الأول والأساسي في المركز تاعنا هو الإدماج. وكما عام عنوان الطاقة من البيداغوجي الإدماج ثلاث حالات قبل هذا الكورونا قبل مارس درنا ثلاث زواجات جونفي 14 جونفي كاتر جونفي بيد هذا راه في ورن عايش في نهار لا بيناتهم سيمانه هذا راه في ورن عايش وهذا راه هنا في تموشه عايش سيدا دينا لهم ادماج عن طريق الوساطه العائليه وعن طريق الزواج ايوه فيها اجراءات هذه درناها في الاول لا هنايا في واحد فيرمه عايشه مع هاي ادماج الاول عن طريق الحمله العائليه الزواج هذا بعد شهادة خالدي بومدين بعد شابي دارابة هادو دير لهم عن طريق الزواج وكان إدماج العائلة إدماج عائلة ترى خارج على الصحيحة الاجتماعية عن طريق الأسر احنا الوسط الاجتماعي ولا المساعد الاجتماعي يروح يدير في العائلة طيب يتكفل بشي بالي ربما ندير الدخل الاجتماعي وكذا إذا تلاقينا العائلة من سيورة الحال عندها الإمكانيات وكذا شي بالي هذه هي البيت تاع اللوم والوقاع هو الوسط العائلي حنا شويه ما بقاش خلوهم عندنا حد ثاني هذا فوتو في الجزائريه ها هو هذا هو موراه تكلم هذا زوجنا هذا ما بغاش الرسميه المسكين بغى يلحق على حسابه زوجنا غير اخر من هو الحمد لله هذه رسالة باش الأبناء يراعيوا الوالدين تاعهم ما يكونش عندهم هذه الفكرة باش يتهنوا منهم ويجيبوهم لدار العجزة خاص شوية حنان شوية دفء شوية رعاية شوية إدماج إدماج اجتماعي وحنا نوعيوهم حنا نحوزو كيفاش نردو الشمل ما شاء الله نردو الشمل كنتو عند الوسيط الاجتماعي كنتو عند المختص النفسانية والطبيبة الطاقم البيداغوجي كاع يعمل على هذا باش نردو الشمل قدام يصل هذا باش يدخل هذا المساعدة